والآن هذا ما أسميه لوحة تزلج. شاهد هذا. محاولة جيدة، السقوط على الثلج بادئاً بوجهك. وكأن تزلجك سيكون أفضل. طبعاً، شاهد هذا. أنت تتزلج في خط مستقيم، أمي تستطيع أن تفعل هذا. سأجهز لك مساراً متعرجاً وسنرى مدى براعتك عندها. والآن أيها الذكي، حاول أن تمر بين العوائق التي وضعتها. هذا سهل. قلت لك إنني بارع. واو، انظر إلى هذا، حجمها يتزايد ويتزايد ويتزايد. ترى إلى أين تتجه؟ طريقة واحدة حتى نعرف، تعال. دا 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 أو أم دا 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 دم. مرحبا. مرحبا فتحي، يسعدني أنني عثرت عليك. اتصل سامي، الماء يتسرب في محطة الإطفاء. لا بأس، سأذهب إلى هناك فورا. ما هذا الهدير الغريب؟ ما الأمر فتحي؟ لا أعرف، ولكن الصوت يرتفع. ماذا؟ فتحي، ألو؟ ماذا يحدث؟ فتحي، أتسمعني؟ فتحي، أعتقد أن علي أن أتصل بالإطفائي سامي. النجدة. 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 فورا. اسطوانات غاز تشتعل في مركز النشاطات الجبلي. اسطوانات غاز تشتعل في مركز النشاطات الجبلي. يجب أن تحتمي خلف الصخور، قد تنفجر هذه الاسطوانات في أي لحظة. نعم سامي. الإطفائي أماني أيمن، ماذا تفعلان هنا؟ حالة طارئة في مركز النشاطات الجبلي سيدي، علينا أن ننقل معدات الإطفاء بواسطة القطار. ولكن القطار في المركز الآن أماني. لا، ماذا سنفعل؟ أعرف ما سنفعل، والآن أعرفكما على عزيزتي. يا إلهي، هيا الآن لا تخذليني عزيزتي. رائع. والآن دعينا نريهم ما تستطيعين عمله يا عزيزتي. هيا. لقد عادت إلى العمل. كما في الأيام الخوالي تماما. ياهو. آمل أن يصلوا بسرعة. ما هذه؟ هل هذه عربة الإطفاء القديمة سيدي؟ نعم يا سامي، هذه عزيزتي. سأحضر الخرطوم. رائع رائع. لم ننتهي بعد يا فائق، علينا أن نبرد هذه الأسطوانات. جهد رائع، شكراً سامي. لا شكر على واجب، ولكن عليك أن تطفئ النار أثناء نقل أسطوانات الغاز في المرة التالية، فهم؟ سأفعل يا سامي. أحسنت يا صديقتي. مجرد استعادة.
أعتقد أن عزيزتك ستكون إضافة رائعة إلى فريقنا. حقاً؟ نعم سيدي، ولكن علينا أن نفعل شيئاً قبل ذلك. ما هو؟ سترى. لأنك ساعدتنا عندما احتجناك، ونظراً لدورك في إطفاء حريق خطير للغاية، أضمك رسمياً إلى عربات إطفاء بونتي باندي. رائع فعلاً. أحسنتي. أوه عزيزتي، تبدين رائعة. أهلاً أماني، أهلاً أيمن، أحمد الله على مجيئكما. لا أستطيع تحريك الدفة. لست السبب. لا تقلق يا شادي، سأحل المشكلة فوراً. تأكد من توقف المحرك. فوراً أماني. أتشوق لرؤيتها، لابد أنها كبيرة وسمينة. أحسنت يا فاتن، هذا يؤهلك للحصول على شارة صيد رواد بونتي باندي. أمي، أردت أن أصيد أنا السمكة الأولى. اطمئن محسن، كنزي الصغير سيصطاد سمكة كبيرة قريباً. أمي، اصطدت سمكة. تبدو كبيرة. محسن، تبدو كبيرة، كبيرة فعلاً. تحرك مع السمكة محسن، لا تدعها تنهش الخيط. لا تقلق صغيري، أمك قادمة. شكراً يا أمي. الحبل يعترض الطريق. لابد أنها ضخمة. ليلى، أعتقد أن أيمن ومحسن بحاجة إلى مساعدة. هل تأتي لإمساك موجه الدفة؟ طبعاً شادي، سأفعل أي شيء لمساعدة محسن. أمسكي بقوة فقط. ستكون أكبر سمكة يتم اصطيادها في بونتي باندي، وسيصبح صغيري الحبيب مشهوراً. أمي، سمكتي. الماء يتسرب إلى القارب. يوجد ثقب، أعتقد أننا اصطدمنا بصخرة. نعم أماني، علينا أن ننتقل إلى نبتون وبسرعة. أين هي نبتون؟ إنه هناك. اسمع أيمن، خذ الدلو وابدأ بتفريغ الماء فورا، سأطلب النجدة. لا، أطلق قنبلة مضيئة يا شادي. خرجت أخيراً، فلنعود إلى المحطة. ستكون مهمة غسل المشتري والزهرة مرهقة يا سامي، الوحل يغطيهما كلياً. هل وصلت يا نبيه؟ اقتربت، ولكن الحبل انتهى. لا، هل يمكن أن نرفعه؟ إنه ثقيل، يصعب رفعه. يجب استدعاء الإطفاء سامي. نبيه، هل معك قنبلة مضيئة؟ نعم، إنها في حقيبتي، سأحاول إخراجها. أخرجتها. إذا استطعنا إطلاقها قد يراها شخص ما ويأتي لإنقاذنا. ابتعدوا، سأطلقها الآن. قنبلة مضيئة قرب المنارة؟ لا بد أن هناك مشكلة، سأبلغ الإطفائية سامي. أطلقت قنبلة مضيئة من المنارة؟ سامي، شاهد فهد قنبلة مضيئة تنطلق من المنارة. سنتوجه إلى هناك فوراً سيدي.
إي سامي؟ مكانه مرتفع. أصمد يا نبيه، سننزلك بسرعة. فهد، تعال فهد، سأحتاج إلى الحبل المزدوج. نعم يا سامي، أنا قادم. أيمن، ضع أنت وأماني هذه الفرشة الهوائية تحته. فوراً يا سامي. انظروا هناك، هذا فهد. يمكن رؤية أشياء رائعة من قمة المنارة. نحن الآن بأمان أماني، يمكنك إنزال الآخرين؟ نعم يا سامي. لا تتخيل أنني لا أعرف أنك أثرت المشاكل لتحاول التهرب من غسل سيارة فتحي. آسف يا أمي، وأعتذر لتسببي في كل هذه المشاكل أيها الإطفائي السامي. لا تقلق محسن، سأجد طريقة تمكنك من التكفير عن أخطائي. أليست كذلك؟ انزلوا، انتهى التمرين. يمكنك انزال المنصة أيمن. نعم أيها القائد نزار. سيد نزار. سليم، ماذا تفعل هنا؟ ألا يفترض أن تكون في سريرك؟ يجب علي أن أتابع العمل. كل شيء على ما يرام صديقي العجوز. عجوز؟ عجوز؟ من هو العجوز سيدي؟ لا نريد أن تستعجل العودة إلى العمل قبل شفائك سيدي. أنا جاهز، أصبحت قادراً على العمل، وأعلن عودتي إلى العمل. ظهري. بصعوبة أيها العجوز، والآن نرجو أن تعذرنا، علينا أن نتابع عملنا. سأحكم إقفال المنصة، وبعد ذلك سنقوم بجولة سريعة أيمن. رائعا. كيف نقفل هذا؟ كل شيء تحت السيطرة أيها العجوز، يمكنك أن تذهب الآن. إلى اللقاء. نعم، أخيراً. توقفي، توقفي، سرعتك تتزايد. لا أعرف كيف أتوقف. هذا لا يعجبني. لم أقصد هذا عندما قلت جاهزة للإقلاع. تماسكي. ماذا أفعل في اعتقادك؟ راقب وتعلم أيمن، راقب وتعلم. أعتقد أنها علقت سيدي. نعم نعم، أستطيع أن أرى هذا أيمن. لا تكتفي بالوقوف، حاول أن تدفعها. النجدة، ساعدني محسن. لا تقلقي سارة، سأذهب وأتصل بالإطفائي السامي. وأثناء غيابي اعتني بطائرة الجديدة. إنها سارة تواجه مشكلة عند طريق الريف القديم. أين القائد نزار والمركبة المشتري؟ سامي، نواجه مشكلة، علقت المركبة تحت الجسر. أوه لا، ماذا سنفعل؟ ليس لدينا سوى خيار واحد. وهكذا تصبح إطفائيا ناجحا بكل معنى الكلمة. تراجعوا أيها الرواد، يبدو أن لدينا حالة طارئة. شهد محسن غانم يسوق المشتري في شوارع بونتي باندي قبل لحظات. ولكنه كان هنا قبل دقائق. سأبقى هنا للاهتمام ببقية الرواد. انتبه، نتجه نحو رصيف الميناء. لا، فطيرتي. السرعة تتزايد. يتجه نحو رصيف الميناء، سأحاول تخفيف سرعته.
أماني، اذهبي لإغلاق الطريق وإيقاف حركة المرور. سأنفذ فوراً سامي. اسمعني محسن، لا تخف، أريد منك أن تطفئ المحرك الآن. كيف أفعل هذا؟ أدر المفتاح نحوك. هيا سامي. والآن اضغط دواسة المكابح. أي واحدة هي؟ الدواسة اليسرى. أين جهة اليسار؟ إنها عكس يمينك محسن. لا أستطيع الوصول إليها. سأدوسها أنا. محسن أيها الإطفائي الصغير، أمك هنا. أنقذت فطيرتي. أرعبتني يا ولدي. آسف يا أمي. لا. آسف أيها الإطفائي سامي، لقد تصرفت بغباء. نعم، اعتقدت أنني إطفائي لمجرد أنني لعبت لعبة الإطفائي. كانت سواقة عربة إطفاء كبيرة كالمشتري تصرفاً متهوراً وخطراً. أعرف هذا سامي، أنا آسف. المهم أن الجميع بخير. ليس الجميع. أوه لا، كنت أنتظر هذه الفطيرة بفارغ الصبر. ألن أحصل على شارة إطفائي أيها الإطفائي سامي؟ ولا أنا؟ أعتقد أنكما لستما مؤهلين بعد للحصول على شارة الإطفائي، ولكنكما يمكن أن تحصلا على شارة أخرى اليوم. ما هي؟ شارة الطبخ. سوف تقومان بإعداد فطيرة جديدة. وسأقوم بتعليمكما. أرى طائرة غاق. نعم. أليس هذا طائر نورس؟ لا، انظري إلى الجناحين. أنت محق، هذا يستحق 10 علامات. ما الذي يوجد هناك؟ الماء يلمع، انظروا إليه. يلمع؟ أين؟ هناك هناك. رائع، فارس ما رأيته هو قطيع أسماك، قطيع كبير، أكبر قطيع رأيته في حياتي. واو. استعدوا يا أطفال، سنصطاد الأسماك. كما ترى أيمن، تبدأ بطيه وتلفه بعد ذلك. نبدأ بالطيه. نعم، هكذا يمكنك إمساكه بيد واحدة وسحبه هكذا، وتصل إلى المربط في النهاية. المربط، طبعاً، هذا منطقي يا سامي. بقي حوالي 10 أقدام، هل تستطيع إكمال لفه وحده؟ طبعاً أستطيع. رائع. سيدي، أعتقد أن علي الآن أن أذهب إلى أخي شادي لأساعده في بعض الأعمال. نعم بالطبع يا سامي. سامي، ماذا قلت بالنسبة إلى الناحية المطوية؟ أعتقد أن على شادي أن ينتظر قليلا. فارس، دع الريحة توجه القارب. فاتن ومحسن، اجذبا الخيط الطويل، ساعديهم سارة. سارة، ماذا تفعلين؟ لا أعرف، ولكنه ممتع. واو واو، إنه صيد ضخم. ابتعدوا، سأرفع الشبكة. واو. لم أرى سمكا بهذه الكمية في حياتي. تمسكوا جيدا. هيا، هذه أكبر كمية سمك أصطادها في حياتي ولن أتخلى عنها. انتهيت. أحسنت أيمن، لففته جيدا. أشكرك لأنك علمتني اللف. على الإطفائي الاعتناء بأجهزته جيدا. أعتذر لإعاقتك عن مساعدة أخيك. لا بأس أيمن، أعرف شادي، لابد أنه يغط في النوم الآن. لا، سأصبح أسطورة إذا استطعت إيصال هذه الأسماك إلى البر. أكبر كمية أسماك تشهدها بونتي باندي. لا تقلقوا يا أطفال، سأتخلى عن الشبكة. المرفع عالق والماء يغمر المحرك. الذي سنفعله الآن يا أبي؟ لا تقلقوا، سيكون كل شيء بخير، ولكن لابد من الاتصال بالإطفائي سامي. ساعدونا. حسناً أيها الرواد، والآن ماذا سنفعل؟ أستطيع أن أرى بونتي باندي من هنا. نعم،
أستطيع أن أرى محطة الإطفاء. رائع! نستطيع استخدام نظارة لإرسال إشارات ضوئية. إنها فكرة رائعة يا سارة. يمكننا أن نستعين بشفرة مارس. أرى شيئاً يومض على الجبل سيدي. ثلاث أمضات قصيرة، ثلاث أمضات طويلة، وثلاث أمضات قصيرة. إشارة استغاثة برموز مورس. استغاثة؟ استغاثة؟ ولكن هل تستغيث الحيوانات؟ لا يا أيمن، يرسل الناس هذه الإشارة عندما يواجهون مشكلة. إشارة استغاثة من جبل بونتي باندي. لابد أن الإشارة جاءت من رواد بونتي باندي سيدي. ذهبوا إلى هناك برفقة فهد ونبيه. سامي وأماني، خذا الزهرة، لا مجال لإضاعة الوقت. لا أعتقد أن هذا الغصن سيصمد يا صديقي. انظروا، هل طلبتم مساعدة؟ سامي، أماني، ساعدا فهد ونبيه. يسعدنا حضوركما. ابتعدوا يا أطفال. أماني، سوف أستخدم أشواك التسلق. ولكننا لم نجربها بعد. لا خيار آخر. لا بأس أماني، الأشواك جيدة، سأصعد، أمسكي حبل الأمان جيداً. اصمدا. شكراً سامي. فهد، تعلمنا درساً جيداً اليوم. كان علينا ألا نبالغ في التنافس، وعلينا ألا نجازف. نعم، ويؤسفني أننا قدمنا مثالاً سيئاً للأطفال. لحسن الحظ أن رواد بونتي باندي أنقذوا الموقف بتكاتفهم وسرعة بديهاتهم. نجحنا أطفال. يمكن أن نعود؟ بقي شيء واحد نبيه، أن نأخذ فارس إلى القمة لكي يرفع العلم. تفضل يا سامي. ماذا لو لم أتقن إصلاح الأشياء يا أماني؟ لم أكن ماهراً في المحطة. سوف تنجح يا أيمن إذا تذكرت ما قاله سامي وبقيت هادئاً. لا بأس أماني، سأحاول. سنبدأ بمهمة سهلة لكنها غاية في الأهمية. سهلة؟ هذا جيد. هذه الأداة لفك البراغي وإحكام تثبيتها. يسار للفك، يمين للتثبيت. هذه البراغي الثلاثة تثبت محرك نبتون. عليك التأكد من سلامتها وإحكام تثبيتها. أتستطيع هذا؟ بالطبع ماني، هذا سهل. يسار للفك، يمين للتثبيت، كل شيء سهل وبسيط. يا إلهي، لا يبدو هذا جيداً. إنها تبحر بسرعة. لابد أن الريح تعصف هناك. سقط شراعها. أين ذهبت؟ ربما خلف المنارة، أو ربما أبعدتها الريح. أبي، هل يمكن أن تذهب لإعادتها في قاربك؟ لا سارة، يستحسن أن أتصل بأخي الإطفائي سامي. فقدت فاتن فتحي في البحر. فقدان فتاة في البحر. أكرر، فقدان فتاة في البحر. سأطلب من أماني الانطلاق في نبتون فوراً. وأنا سأخذ الزهرة وأتوجه إلى رصيف الميناء. نعم سيدي، متى شهدت آخر مرة؟
فوراً يا سيدي. والآن يوجد برغيان بحاجة إلى تثبيت. نعم يا إلهي. سنرى. اطمئن سيد سليم، يمكن الاعتماد علي. بإحكام تثبيته نكبس يساراً. هذا جيد. سأبدأ الآن. توقف توقف أماني، هل يمكن أن تعيد الشرح لي؟ لا مجال لهذا الآن، فات تواجه مشكلة، دعنا ننطلق إلى البحر. ولكن يا إلهي، هيا أيمن يجب أن نذهب. أخيراً بدأت تشتعل. أيمن، أماني، تعاليا، شهد هذا. أوه، هذا رائع سامي. أحب رائحة النار المشتعلة. أوه لا. آسف. محسن لا تتحرك، أريد أن أقذفك بكرة الثلج. لماذا سأتوقف إذا كنت سأقذف بكرة الثلج؟ لا يمكنك قذفي في البيت. سأتصل بالإطفائي سامي. أخيراً نجحت في إشعالها، سيصبح هذا المكان دافئاً خلال دقائق. أحسنت عملاً يا فتحي. أوه، حالة طارئة، حريق في بيت عائلة فتحي. شب حريق في بيت عائلة فتحي. حريق في بيت عائلة فتحي. لحظة، هذا بيتنا. انتظروني. سامي الحريق في المطبخ. هبت النار في الفرن. آسفة أبي. لا تقلقي يا فاتن، المهم سلامتك. أطفي المحبس الغازي يا أيمن. ماذا حدث؟ ماذا كنتما تطبخان؟ وشاحة أمي محسن. أعتقد أنه طهي أكثر من اللازم. تورطت في مشكلة كبيرة. ما الجديد في هذا يا محسن؟ تحتاجين إلى وشاح جديد ليلى. محسن، لا أصدق أنك أتلفت وشاحي المفضل. آسف يا أمي. ولكن يمكنك أن تفعل شيئاً لأسامحك. حقاً؟ أريد أن تفعل شيئاً آخر بالثلج. ماذا؟ رجل ثلج آخر؟ لا، تنظف الممر من الثلج. أقصد كي لا ينزلق الزبائن عند حضورهم. فكرة جيدة ليلى. متأكدة؟ ماذا رأيت؟ أخبريني كل شيء. رأيت رذاذا، كمية ضخمة من الرذاذ، ثم ظهر ذيل أسود، وبعد ذلك سمعت صوتا غريبا. هذا رائع. رائع فعلا. وحش بونتي باندي عاد الآن. يريد الناس أن يعرفوا عن هذا. سميحة، سارة رأت الوحش بونتي باندي. شادي، سارة رأت وحش بونتي باندي. أمي، سارة رأت وحش بونتي باندي في بحيرة الجبل. لا يوجد شيء كهذا، أليس كذلك ليلى؟ هل سمعت؟ وحش بونتي باندي عاد. ماذا تقولين؟ وحش بونتي باندي عاد؟ في البحيرة؟ سيتقاطر عليها الزوار، هذا يستدعي تفقد المخاطر هناك. دعني أذهب. اطفئي أيمن، أكلفك بهذه المهمة الرسمية، اذهب. أماني تأذيتي؟ لا يا سامي، لكنني سأكون سعيدة بانتهاء هذا التمرين. ليركب الجميع. انتظرني، أريد أن أرى الوحش. أقصد لأغراض الرسمية بالطبع.
لم يثبت بعد. سنحتاج مزيداً من الخشب. نجحت! خطتي نجحت! أعتقد أنني سأراه قبل الجميع. أوه، جدي، هل ستأخذ مزيداً من الركاب؟ نعم يا سارة، يوم رائع فعلاً، سأعود بعد قليل. إلى اللقاء جدي! كيف كان شكل الوحش؟ كانت له أنياب حادة كبيرة. أين رأيته؟ كان هناك. أين؟ هناك. نعم، ها هو. ما الذي يحدث هنا؟ انتظروا، لم نثبت بعد، لم نثبت المرسى بعد. يا إلهي، إننا نبحر نحو الوحش. يا إلهي، هل سمعت؟ الوحش تحتنا. اثبتي. سارة، هل كان صوت الوحش هكذا؟ أنا هل ترون؟ سارة خائفة، تعرف صوت الوحش. فارس! أو لا، يوجد جهاز إرسال في المركز، اتصل بالإطفائي سامي. والآن حاولوا أن تحافظوا على هدوئكم، سيصل سامي خلال دقائق. علقوا وسط البحيرة ووحش بونتي باندي الضخم تحتهم. علقت مجموعة من سكان بونتي باندي وسط البحيرة، ويحتمل أن يهاجمهم الوحش. أنا وفاة على متن القطار. لا تقلق يا فتحي، سنوقفه فورا. رحلات القطار. أشجار قديمة مملة، أعشاب قديمة مملة. كف عن التذمر محسن، الرحلة ممتعة. زمجر؟ ما هذا يا محسن؟ زمجر يقود القطار يا أمي. خيالك خصب يا محسن. انظري بنفسك إذن. ماذا؟ أين فائق؟ أرى كلباً يقود القطار. آمل أن يعرف ما يفعل. هل قلت الكلب يقود القطار؟ لم يعد الوضع مملاً. فهد، سامي، أحمد الله أنكما وصلتما. عليكما إيقاف القطار قبل أن يصطدم بحواجز نهاية الخط. لا تقلق سيد فائق. سامي اصعد. أشعر بغثيان. انظروا هناك، إنه فهد بالمروحية. إنه ينزل شخصا بالحبل. إنه الإطفائي سامي. رائع. مرحبا زمجر، تحتاج إلى رخصة لتقود شيئا كهذا. كان هذا مدهشا. الحمد لله، توقفنا في اللحظة المناسبة. تحية للإطفائي سامي. كان زمجر أفضل سائق قطار في العالم. لم يكن هذا مملاً، كان رائعاً. متى سنأتي مرة أخرى يا أمي؟ أعتقد أنني أتقنت هذا. لا أعتقد أنني أحب تسلق الجبال. أحب التسلق، أحبه جداً. أحسنتم أيها الأطفال، كنتم رائعين في تطبيق التمرين. والآن حان موعد ذهابي للتسلق. يمكنكم أخذ استراحة، إما للذهاب لإلقاء نظرة على مركز النشاطات أو لتناول الوجبات التي أحضرتموها معكم. شكراً سيدة صفاء. أين ستذهب لتتسلق يا سيد نبيه؟ إلى الواجهة الشمالية لجبل بونتي باندي، أتسلق هناك يومياً تقريباً. واو، عودي في أقرب فرصة أيتها الصبية، أنت بارعة في التسلق. سأفعل بالتأكيد، شكراً لك نبيه. أريد أن أتسلق جبل بونتي باندي أيضاً.
لقد قال لي بأنني بارعة، قد يسمح لي بالتسلق معه إذا لحقت به. سامي، أجري بعض الأبحاث لكتابي، عنوانه شجاعة إطفائي، وكله عنك أنت. كتاب عني؟ لماذا تكتبه يا أيمن؟ سيكون قصيراً جداً. لا، لن يكون قصيراً، سأكتب عن جميع عمليات الإنقاذ التي نفذتها بالشجاعة، سيكون كتاباً مشوقاً. يمكن أن أبدأ بإنقاذ محسن عندما حشر قدمه في الدلو. طلبت أن يخلع حذاءه فقط، الحدث ليس مشوقاً. كنت آمل أن يكون مشوقاً. ولكن لا تقلق سامي، سأفكر بأعمال تنم عن شجاعتك فعلاً. نبيه! نبيه! أين أنت؟ الصعود هو الطريقة الوحيدة. لقد وجدتها سامي، وجدتها! ما رأيك في حكاية إنقاذ القط من برج التدريب؟ ولكن هذا كان مجرد تمرين، لا علاقة له بالشجاعة. اطفئي يا أماني. نبيه تسلق جبل الجليد باستخدام 3 أيدان أسنان وغطائه زجاجة، وقد فعل كل هذا وحيداً. أعرف، شاب شجاع فعلاً. ليتني أتذكر بعض أعمال سامي الشجاعة. يا إلهي، ليتني لم أفعل هذا. ماذا سأفعل الآن؟ في اللحظة المناسبة. شكراً نبيه، كان الوضع خطيراً فعلاً. أعتقد أنه ما زال خطراً. ماذا؟ أستطيع النزول بسهولة، ولكن إنزالك معي يشكل خطورة كبيرة. لا. هيا أيمن. بذور دوار الشمس، الهامستر يحبه كثيراً. سأقوم بنثرها على الأرضية، ثم سيأتي الهامستر ليأكلها كلها. نعم، أعتقد أن سليمي يحب بذور دوار الشمس. سليمي يشبه اسمي. على كل، دعونا نكمل مهمتنا، سوف أنثر البذور. ها هو ظهر قبل أن أقوم بنثرها. لا سيدي، الهامستر خائف، انظروا. القب، إنه يحترق، سأبلغ أماني، فليخرج الجميع من المطعم. حريق في مطعم السمكة الذهبية، وقد اختفى هامستر داخله. سننقذك يا سليمي. سليمي؟ لما يستخدم الجميع اسماً كاسمي؟ المطلوب هو إنقاذ هامستر لا إنقاذي. علينا استخدام بعض الأدوات كما يجب يا أيمن. دعينا نبحث عن مصدر النار يا أماني. هنا، بسرعة، علينا أن نوحد جهودنا هنا. كيف اشتعلت هذه الصناديق باعتقادك يا سامي؟ نعم، علينا قطع التيار من المصدر. تم قطع التيار. ماذا سنفعل الآن؟ لم نعثر على سليمي. سليمي، تعال يا سليمي الصغير. ما معنى هذا يا أيمن؟ أعتذر، لأننا أطلقنا اسماً كاسمك على الهامستر. ولكن ليس هذا ما يزعجني يا أيمن، أنا أحب الهامستر كثيراً، أنا أحبه فعلاً. الذي أزعجني منك هو استخدامك لمعدات محطة الإطفاء دون استئذان. آسف يا ضابط المحطة سليم. لو نثرت بعض بذور دوار الشمس لما اضطر سليمي الجائع المسكين لقرض الأسلاك لسد جوعه. أنت على حق يا سيدي. أحسن هذا الصغير في تنبيهنا إلى الحريق قبل وقوعه. يستحق أن يسمى سليمي، إطفائي بطبيعته، واسمه يشبه اسمي. لا تقلق أيمن، أعتقد أنك إطفائي ممتاز. وأنا أيضاً. أشكركما. قد أصبح إطفائياً بارعاً مثل سليمي في يوم من الأيام. سليمي صغير، سليمي.